للوقوف مشاهدينا الكرام على تهديد ميليشيات الحوثي لأمن المنطقة والتجارة الدولية بتهديدها الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ينضم إلينا عبر الهاتف أو عبر سكايب عفوا من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، بداية مرحبا بك. ميليشيا الحوثي، وجود ميليشيا الحوثي على منافذ مهمة، منافذ بحرية مهمة كالبحر الأحمر والخليج العربي، وبعد الاستهدافات التي قامت بها في الملاحة هنا، ماذا يعني وجودها في هذه الأماكن المهمة؟ عن كل طرف ومنها الحوثي يوظف أوراقه ومواقعه الاستراتيجية في تحسين موقفه التفاوضي وتحسين أيضا موقعه في الحقل السياسي والعسكري. الحوثيين استفادوا من هذا التواجد في هذا الموقع الهام، وبالتالي هم يحاولون اللعب على أكثر من مسار. هناك مسار الأول، مسار كان هناك استفادة من الهدنة والتقاط الأنفاس، إعادة التموضع، الاعتراف بهم ك يعني طرف رئيسي من أطراف الحقل السياسي وأطراف النزاع، عبارة عن استفادوا من هذا. وبنفس الوقت هم الآن يذهبون في ثلاثة مسارات أخرى. المسار الأول مرتبط هذه الاستفادة بالتفاوض الأمريكي الإيراني. المسار الثاني أيضا وهو في غاية الأهمية، حاولت خلط هذه الأوراق التي تم استفادوا أيضا من مخرجات الهدنة، بمعنى مطار عدن، ميناء موان الحديدة، الحديث عن كسب الشارع أنهم سيدفعون مرتبات المدين العسكريين. ثم بعد أن حققوا كل هذا إلى حد ما، انتقلوا إلى الحديث عن مطالب جيبة مثل في أن هنالك احتلال في المناطق الجنوبية، وأن هناك نهب للموارد، وبالتالي هذا يجعل منهم باعتبارهم هم السلطة والشرعية، باعتبارهم صاحب الحق الأصيل للدفاع عن مصالح الشعب اليمني وعن الحفاظ على موارده. ومن هنا يعني فتحوا مسار آخر، وهذا المسار الآخر يحتاج إلى تفاوضات أخرى، يحتاج إلى ربطه بتفاوض آخر، ثم يضغط على المجتمع الدولي. نعم. إذا كان وجود ميليشيا الحوثي على شريط ساحلي طويل على البحر الأحمر، هل ترى أن اتفاق ستوكهولم قد رسخ لهذا الوجود ووفر حماية ما له؟ إلى أي مدى ترى ذلك صحيحا؟ اتفاق ستوكهولم جاء لتجزئة الحل اليمني، وكما تعلم أن هناك توجه دولي وتحديد أمريكي أوروبي للحفاظ على الحوثيين، يعني كما هو الحال في العراق الحفاظ على الميليشيات الشيعية المواليه لإيران. هناك توجه دولي لهذه الحلول، بالتالي هم الحوثيين أيضا وإيران يدركون أن هنالك توجه للحفاظ عليهم، ولهذا هم يحاولون الضغط على المجتمع الدولي، تهديد الملاحة الدولية لتحقيق مكاسب، باعتبار أن هذا التوجه موجود وهناك ضمانات وهناك حوارات غير معلنة تضمن بقائهم في الحقل السياسي. لكن المطلوب وفقا للاستراتيجية الإيرانية هو عدم استقرار اليمن والمنطقة لتحقيق مكاسب أكثر لإيران، وهذا أيضا يخدم حتى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حاجة المنطقة إلى السلاح إلى الحماية. إذا نحن أمام تخادم إيراني أمريكي، هناك تخادم أصحاب المصالح المحلية اليمنية الذين يطمحون لحكم اليمن، وهناك إيران تريد أيضا مزيد من الاستقرار ومزيد من القرب من المملكة العربية السعودية، وهناك المجتمع الدولي الذي يريد هذا القلق وهذا الإرباك. ما الذي يستفيده المجتمع الدولي إن لم يعتبر ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية كما فعلت ذلك الولايات المتحدة؟ هناك مطالبات من الحكومة اليمنية دائما للمجتمع الدولي على أن تعتبر هذه الميليشيا إرهابية، ولكن ما الذي يؤخر ذلك من وجهة نظرك؟ إذا تم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وهم جماعة إرهابية ولا ينطبق هذا التعريف إلا عليهم، هناك إجراءات أخرى، هو دعم السلطة الشرعية، تمكين هذه السلطة لإنهاء هذا الانقلاب والتمرد، وهم لا يريدون ذلك. يعني بعبارة أخرى، حتى السلطة الشرعية التي صنفت الحوثيين عليها أن تترجم هذا التصنيف إلى فعل عسكري،
وممارسة حقها في السيادة، ولكن قامت بالتصنيف نوع من الضغط كان لابد من ترجمة هذا التصنيف للولايات المتحدة الأمريكية. إذا صنفت يعني أن لا حوار مع هذه الجماعة، يعني دعم السلطة الشرعية، يعني إنهاء المشروع الحوثي، وهذا يعني يتناقض ويقطع مع ما يخطط له في المنطقة. ولهذا لا يمكن لنا أن ننهي هذا الخطر الحوثي الإيراني إلا بوجود جماعة وطنية تتكتل في حركات مجتمعية، في أحزاب سياسية، في فاعلين وطنيين يعبروا عن تطلعات الشعب اليمني. حتى الآن المشاريع التي تدار في اليمن تخدم المشاريع الإقليمية أو الدولية، ولهذا الحوثيين مستفيدين وإيران تدعمهم للبقاء، والآن يتحركون باعتبارهم سلطة تحكم اليمن. بالعكس، نقلوا يعني هم يستهدفون المملكة العربية السعودية والإمارات بطائرة مسيرة، وهذا أوقف نظرا للتفاوض، والآن سيستهدفوهم باعتبارهم دول احتلال، وهذا سيلتقي مع بعض مطالب الجماهير اليمنية باعتبار أن أستاذ عبد الباقي. إذا كان هناك عدم اعتراف من قبل المجتمع الدولي أو عدم إقرار سريع بأن ميليشيا الحوثي إرهابية لأسباب ذكرت تفضلت بذكرها، ولكن هناك، ألا تعتقد أن هناك خسارة اقتصادية للعالم من جراء الاستهداف الموانئ أو الملاحة أو التجارة الدولية؟ هل هذا الأمر مستبعد من قبل الدول التي لها مصالح؟ الدول التي لها مصالح تريد اللا استقرار، بحيث أن اللا استقرار يعني أنها سيسمح للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكل الدول الطامحة بالتواجد بالوجود العسكري في اليمن لمواجهة الجماعات المتطرفة، لأنه في عندما تضعف الدولة وتصعد الميليشيات يتم زرع وتعميم جماعات متطرفة، وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتواجد عسكريا وبريطانيا وكل الدول الطامحة، باعتبار اليمن وفقا للدراسات تمتلك مخزونا من الغاز والنفط الكبير. ثم أن تهديد الملاحة الدولية يعني بقاء الأساطيل، يعني مزيد من الأسلحة، يعني استنزاف. هي نفس المعادلة إذن التي يتعاملون بها مع إيران. لا، إيران هناك إيران تقوم بدور لا تتجاوزه، بمعنى هي تقتل الشعب السوري واليمني وترفع شعار في الخليج تحديدا. الموت في الخليج، هناك إيران تقوم بعملية تغيير في البنية الديمغرافية، السيطرة على الحقل الاقتصادي، وتقوم بتحقق مصالحها، وهذه المصالح تلتقي مع مصالح الدول الكبرى باعتبار أن المنطقة وهشاشتها وضعفها. وأيضا أنا تحدثت في أكثر من مرة أن التهديد الإيراني يخدم التطبيع مع إسرائيل، وبالتالي يخدم إقامة علاقات مع إسرائيل لمواجهة إيران، وهي تدرك ذلك، لأنهم لن يطلقوا رصاصة على إسرائيل. هم لديهم مصالحهم في المنطقة، يريدون الهيمنة على المنطقة، وبالتالي وهذا لا يتحقق وفقا حتى الولايات المتحدة الأمريكية إلا بإنهاء الدولة الوطنية العربية دولة بعد أخرى، كما هو الحال في العراق الآن. انظر الفساد، انظر غياب الدولة يعني وإشكالية التقسيم الحصص، وفي اليمن سيكون هنالك حصص عن النموذج العراقي، وفي ليبيا الآن نهبت. هذا هو النموذج الذي يخطط لنا، بحيث لا تكون لدينا لا مشروع قومي عربي ولا مشروع إسلامي، ويكون هناك تواجد غربي في الحقول النفطية، ويكون هناك جماعات فاسدة، وهذا يمكن إسرائيل ويمكن من الهيمنة على المنطقة، ويمكن الولايات المتحدة الأمريكية من التواجد العسكري، لأن هذا الموجود التواجد العسكري تم التخطيط له في التسعينيات، بمعنى حتى قبل غزو العراق عندما بدأوا يفكرون بالعودة إلى المنطقة العربية. بالتالي كان يعني غزو العراق جزء من هذا المشروع. المشروع لم يكن مرتبط فقط بالأحداث، لأن غزو العراق، إنهاء الجيش العراقي، إنهاء حزب البعث، إنهاء مقاومة الدولة، هذا مدروس، بمعنى أن تستدعي العشائر، تستدعي القبائل، كما هو الحال الآن في اليمن، تصعيد جماعة سلالية، وفي الجنوب يصعدون جماعة مناطقية، هذا يضعف الدولة، يأتي بجماعة متطرفة، يخلق صراعات بين المجموعة الجماهيرية، بمعنى جماعة وطنية وحدوية وجماعة أخرى سنة وشيعة. كل هذه العمليات
نحن الآن رقعة شطرنج، والمشكلة أن الحق للتجارب كان العراق وليبيا، الآن سيتم تعميمه في سوريا وفي ليبيا وفي العراق، وهذا سيجر المنطقة إلى يعني إلى أن نفقد تموضعنا في السياق الحضري وإلى فقدان. نعم. يعني الآن هل نستطيع الحديث عن وحدة عربية أو نتحدث عن الاتحاد الإسلامي؟ نحن أمام خطر داهم، وعلينا إعادة التفكير كنخب وكجماعات وطنية. شكرا جزيلا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا دكتور.